ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي: أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تطوير الخدمات بمختلف المدن والقرى واستمرار تحسين التخطيط الحضري فيها، منوها المجلس في ظل احتفاء العالم باليوم العالمي للموئل بما تحقق في مملكة البحرين من إنجازات على صعيد التنمية المستدامة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى، مؤكدا المجلس على توجه الحكومة نحو تنفيذ مزيدا من المبادرات التي تعزز جودة الحياة وتسهم في وضع رؤية عصرية متكاملة للمدن والقرى. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود لضمان توفير أرقى وأجود الخدمات اللازمة للمسنين التي تهيئ سبل العيش الكريم لهم عرفانا وتقديرا لدورهم في بناء الأوطان والمجتمع، مؤكدا سموه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين تقدير الحكومة واعتزازها بعطاء المسنين وإسهاماتهم الفاعلة في خدمة وطنهم. بعدها أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته إلى جمهورية إندونيسيا الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا بضحايا الزلزال المدمر والمد البحري الذي ضرب مدينة بالو الأندونيسية بما أسفر عنه من خسائر بشرية ومادية كبيرة، معربا المجلس عن تعاطف مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب الدولة الصديقة في هذه المحنة الإنسانية التي تمر بها بسبب هذه الكارثة الطبيعية، متمنيا للبلد الصديق التوفيق في تجاوز آثارها وتداعياتها. بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، أحال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تحديد موقع المركز الصحي الجديد في البديع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإنشاء المركز المذكور. ثانيا، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مواصلة طرح المزيد من المبادرات التي تشجع على استقطاب المواطنين بوظائف لائقة في القطاع الخاص وزيادة التنسيق مع هذا القطاع تستند البرامج التدريبية على احتياجاته بما يكفل سرعة توظيف المواطنين في الوظائف اللائقة التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومستوى تدريبهم. وقد أخذ المجلس علما بحركة التوظيف التي تسير بوتيرة متنامية في القطاع الخاص بسبب الاستقرار في السوق والاستثمارات الجديدة، وذلك بعد اطلاع المجلس على أهم مؤشرات العمل التي تميز بها النصف الأول من العام 2018 والتي عرضها سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومن أهمها زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 2.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 وتوظيف 12 ألف بحريني بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من هذا العام واستقرار معدل البطالة فيه عند مستوى 4.1%، فيما استفاد 3400 مواطن بحريني من البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ثالثا، انفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعة تلبية احتياجات القرى والمدن والمناطق من المرافق والأنشطة الشبابية والرياضية، فقد استعرض مجلس الوزراء ما تم تحقيقه في هذا السياق والمتمثل في إنشاء مقار إدارية ومرافق جديدة وإنشاء ملاعب جديدة من النجيل الصناعي وصيانة ملاعب قائمة وإقامة مراكز شبابية ورياضية في كل من جلالي وأم الحسم والحورة والزلاق والدراز وسترة وبني جمرة والقرية وعسكر، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة. رابعا، تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي تتخذها الوزارات والأجهزة الحكومية لتقليل المصروفات وذلك في إطار جهود الحكومة في خفض النفقات، واطلع المجلس ضمن هذا السياق على التقرير المرفوع من وزير شؤون الكهرباء والماء حول برنامج تقليل المصروفات في وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء، وذلك إنفاذا لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. وقد أثمرت هذه الجهود في تحسين كفاءة الأداء وتخفيض المصروفات بنسبة 46% بسبب المبادرات التي تم تبنيها لخفض الكلفة ومنها التحول إلى الفواتير الإلكترونية واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة وتخصيص خدمات المشتركين وغيرها، بالإضافة إلى النجاح في خفض مستحقات الهيئة القابلة للتحصيل بمقدار 50%. وقد أثنى صاحب السمو الملكي
الملكي رئيس الوزراء الموقر على جهود وزير شؤون الكهرباء والماء ومنتسبي الوزارة وهيئة الكهرباء والماء فيما تم تحقيقه من نتائج طيبة في تقليل المصروفات. خامسا، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحوسبة السحابية عرضها معالي وزير الداخلية، وذلك بين مملكة البحرين ممثلة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ودولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. سادسا، بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين كدولة شريك في منظمة التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. سابعا، طلع المجلس على نتائج تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة في فصل الصيف لعام 2018 من خلال التقرير الذي رفعه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والذي أظهر أن الوزارة قامت ب 10,300 زيارة تفتيشية شملت على 1,241 منشأة، وقد التزمت 98.5% من المنشآت بقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة وفق التقرير أعلى. ثامنا، تابع مجلس الوزراء من خلال تقرير سعادة وزيرة الصحة ما تم اتخاذه من إجراءات لعمل دراسة شاملة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على أنماط التلوث بما فيها الانبعاثات الكهرومغناطيسية والمراحل التي وصلت إليها هذه الدراسة. تاسعا، أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعين بقانونين وأشفع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله. الأول هو مشروع قانون بتعديل قانون البلديات، والثاني مشروع قانون بتعديل قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.